بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير وبصحة وعافية يا رب. تمارين اليوجا، ازاي نرفع الخدود والانف بتمرين واحد من اليوجا. تمرين فعال جدا، رفع الانف مع رفع الخدود بيخلي شكل الوجه جميل جدا. يعني حتى لو في تجويف في العين او خطوط، رفع الخد بيشد جلد العين. فمهم جدا جدا، مهم جدا 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 رفع الخدود. التمرين ده هيرفع الخدود بدون فيلر، هينفخ الخدود بدون فيلر. وللعلم انا بتكلم عن تجربة، يعني انا وزني حاليا 54 كيلو وفي خدود اهي اهي. طيب نعمل التمرين وبلاش رغي، نعمل التمرين. نركز بقى، الصباعين دول هنحط عند عظمة الانف، عظمة الخد من هنا كده، هنحط الصباع ده ونحط الصباع ده في اخر عظمة الخد. نفس الحكاية، والصباعين دول هنرفع بيهم الانف كده. هشرحه لكم بالتفصيل، وبعدين الفم هننزل شفايفنا لتحت. احنا لما بنحط صوابعنا هنا والصباعين دول نرفع بيهم الانف، المنطقة دي بتتشد لتحت كده، وبعدين بنزق الخدود من الداخل. يعني مش نعمل كده، لا. عارفين تمارين الضغط بالظبط كده، احنا جسمنا فيه عضلات والشيلة فيه عضلات بس صغيرة. مفيش حاجة ترفع الخدود لفوق غير تمارين اليوجا، يعني التدليك او المساج يساهموا بشكل قليل، لكن لازم تمارين اليوجا عشان المنظومة تكمل. يا ريت نشوف باقي الفيديوهات، دايما اقول لكم شوفوا باقي الفيديوهات. هنعمل بقى التمرين بوضوح اكتر. الصباعين دول كده هنا، والصباعين دول هنرفع الانف لفوق وننزل الشفة العليا دي لتحت، ونبدأ نزق زي ما قلت كأننا بنعمل تمرين ضغط. انا غلطت ولا كده؟ لما بنعمل التمرين بعد 10 عدات تقريبا هنبدأ نحس بألم، في شعور بالألم كأننا بنعمل رياضة بالظبط. طبعا اللي ما عندوش نقص في التمرين ده الألم هيبقى أقل بكتير. الألم ده معناه ان احنا بنقوي العضلة، معناه ان التمرين صح. عشان في ناس بتكتب لي في التعليقات انا بقالي شهرين بعمل التمارين ومفيش اي نتيجة. مفيش نتيجة لانك بتعملي على الهوا، ما بتعمليش صح. راجع الفيديوهات تاني واسمعي كلامي انا بقول ايه. انا بقول دايما تمارين اليوجا تكون، عشان تكون فعالة لازم تتعمل صح. نعمل التمرين نزق بقوة، وبرضو صوابعنا محطوطة برفق.
التمرين ده فعال جدا، من اهم التمارين اللي رفعت خدودي بالشكل اللي انتوا شايفينه. الاهتمام بتمارين اليوجا والتدليك والمسقط يوصلونا نتيجة هايلة جدا لشد الوجه والرقبة والجسم بالكامل. يا رب يكون الفيديو فاتكم، ان شاء الله هيفيدكم. اهتموا هتوصلوا نتيجة هايلة، وما تيأسوش وما تسيبوش التمارين، لان لو انتوا سبتوا التمارين ما احنا كده كده بنكبر. يعني انت لو خايفه تعملي تمارين اليوجا، طب ما انت برضه هتكبري والجلد هيترهل. لكن احنا لما نحافظ على ونهتم ويبقى روتين حياتنا، هيبقى نتائج هايله. مفيش امراض، مفيش ادويه، مفيش شيخوخه بامر الله. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد على خير باذن الله.